اذا ملي كنقولوا الاصلاحات الدستوريه كنقولوا تاسيس جديد لدوله جديده، دوله اللي فيها السياده لدوله الحق والقانون، السياده للشعب. فبغض النظر عن مضمون الاقتراحات التي قدمها حزب الاستقلال وهي واضحه ومنشوره عبر عده وسائل اعلاميه، فحزب الاستقلال الاساس ديالو هو المواطن المغربي. ماذا يقدم للمواطن المغربي؟ هو الملك بالنسبه للدوله ديالنا، الملكيه يعني في معتقداتنا وفي ارادتنا ومشاعرنا، وهي وحده البلاد ورمز البلاد، لا احد يجادل فيها. ولكن لا بد من تمكين الشعب من حكم نفسه بنفسه. كيف الشعب غادي يحكم نفسه بنفسه؟ عن طريق انتخابات ديمقراطيه نزيهه. ما خصناش نعتبروا المواطنين فقط اوراق انتخابيه. المواطنين ما كيتباعوش 100 درهم ولا 200 درهم ولا 50 درهم. اذا المواطن خصو يعبر عن الاراده ديالو. ارى هاد الناس كلهم في صراح مؤقت. هاد الناس كلهم في صراح مؤقت. كنطالبوا الحكومه باش تلقى واحد الحل. اسيدي لقانا الحلول. سويسرا كيزرعوه، فرنسا كيزرعوه، ولكن لاغراض طبيه وحفريه وصناعيه. الدوله خصها تدخل بقوه، ماشي هاد الزراعه تخليها فقط لملء السجون والمتابعات وتحرير المحاضر. لا، ديك العهد نقولوا بانه ولا الاخوان. انا الاحصائيات اللي عندي، كان عندنا 52 الف سجن في المغرب، كاين 18 من هذه المنطقه 18 الف. اذن اي حريه نتحدث عنها في ظل هذه الواقع؟ اذا شنو هو السبب؟ كما قال الاخوان، اللي عنده حساب تبسلوا المراه مع المراه كيدير عليها سلسله مجهوله ولا شي حاجه اخرى، كيصبح متابع. اذا هذا المشكل، هذا المشاكل نتمنى ان شاء الله غادي نحلوها. اذا القن بالهندي لا، ليست ماده مخدره فقط، تصلح للصناعه والادويه والنسيج، الخد ديالها اعظم خيط في العالم. اذا فلذلك نطالب من جديد الدوله ان تتدخل. وبكل ازيد من تقريبا 30 الف واحد مبحوث عليه. سندافع عن زراعة القنبلة. نعم، لأن المواطن كاين منهم 200 ألف، 200 ألف واحد وزيادة كل سنة، أن هذه الفلاحة تشغل أزيد من 200 ألف، وهذا إحصاء ديالهم ماشي ديالنا. سيدي حل لنا هذا المشكل، وشري منا هذا الكيف، ولا جبنا شي بدائل ترضينا، احنا معاكم. لكن باش تخليه يزرع يشري الأسمدة اللنكري يدير الخدامة وفي الخط تقول له فلان كازرع الكيف، هذه هي طلع تاكل الكرموس نزل شكون اللي قالها لك، هذه هي. اذا الكيف الاخوان كتزرع امام انظار العداله، وامام انظار السلطات المحليه، وامام انظار الوالي، وامام انظار الوكيل العام، وكلهم اذا كان شي مساله خصهم كلهم هادو يمشوا مسؤولين. يحكم، لان الحكومه لا تحكم مع كامل الاسف، والبرلمان لا يسرع مع كامل الاسف. من كان يحكم خلال هذه السنوات هي حكومة الظل، هي حكومة التراكتور، هي اللي خلقت هذه الأزمات، وهي اللي وصلت البلاد إلى ما وصل إليه الأمر الآن. ولهذا مطلبنا أساسي هو أولا لما الشعب تيشوف هذا الحزب، رئيس لجنة الانتخابات سي فؤاد علي الهمة، رئيس لجنة الانتخابات، كيف الوالي ديالكم ما غيزورش انتخابات لصالح التراكتور؟ والملك كل الشعب المغربي صديقه، وكل الشعب المغربي وافي للملك، ماشي حزب البامل وحده. وهذا هو الخطر اللي هدد المغرب وكان تيهدد هذه المنطقه، لان هاد الناس حلوا واحد الحرب عشواء على الساكنه ديال هذه المناطق، خصوصا في هذه المنطقه في جهه الحسيمه اللي عرفت اكبر عمليه ديال التزوير في الانتخابات الاخيره ديال 2009. شو هي النتائج الان من بعد ما هذا الحزب تحمل مسؤوليه الجهه وديال بلدية الحسيمة وباقي الجماعات؟ شنو هي النتيجة؟ نتيجة لا شيء مع كامل الأسف. نتيجة هي الإحباط اللي صار سكان هذه المنطقة. نتيجة هو هالناس تغناو عن طريق هذه العشبة، لأنه هددوا الناس في حياتهم، وهددوا الناس في مصالحهم، والناس اللي مشاو لعندهم راح تحت ملفات ديال الضغط، ملفات اللي تهيئوها في الليل، كاين اللي خداو منه مليار، كاين اللي خداو منه 500 مليون، كاين اللي خداو منه 2 مليار، وكاين الفقير اللي خداو منه 10 المليون و20. هذه تيخليوها داك الصغار ديالهم اللي تيدوروا بجنابنا، اجي لعندنا
تتجي تتعطي عشرات المليون وتتخرج. هذا الحزب جمع الملايير، هذا الحزب تخصو يتحل قبل استفتاء هو اللي فسد الحقل السياسي، هو اللي فسد الحقل الثقافي، حقل خلق واحد الحرب ما بين اللغة العربية وما بين اللغة الأمازيغية. والمغاربة كلهم أمازيغ وكلهم عرب، واللي تتوحدنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذلك الموحدين بالملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية بإمارة المؤمنين. موحدين لأننا شعب صبور، لأن ما كاينش شعب في الدنيا 30,000 سكان ديالو متابعين هو مازال مؤمن بلده بوطنه متشبت بالجبال ديالو. هذا الشعب يجب أن نحترمه جميعا ونأخذ بعين العين الاعتبار مقاومته من أجل بناء هذا الوطن. حزب جاب لنا ما يسمى بالعلمانية، وجاب لنا فكرة ديال فصل الدين على الدولة وعن تسير، وبدات يحارب الإسلام بدعوى أنه علماني وبغى يتونس المغرب وبغى يخلق الحزب الوحيد. وهالنتائج اللي ستعرفها تونس الآن، لأن ومصر وغيرها. هذا علاش سيديروا هذه الحرب؟ حنا بغينا تكون العربية والأمازيغية هما اللغتان الوطنيتان، وزدنا في التعديل ديالنا وقلنا لا يمكن احتساب أي لغة أجنبية هي اللغة الرسمية للوطن. لهذا هذا الحزب هو اللي تعين هاد المدراء المؤسسات العمومية، وخصوصا المشاكل اللي تتعاني اللي هي المياه والغابات. والآن زادوا لقاوكم هنا السي الحافي مع كامل احتراماتي والي الحسيمة، والسي الحافي المدير السامي للمياه والغابات، ويتفقوا هاد الحافي بجوج ويحلوا لنا مشاكلنا. السيد الوالي خصو يكون إلى جانب الشعب، لأن لما اللي عينوا راه هو صاحب الجلالة ماشي التراكتور، صاحب الجلالة هو والي ديال كل المغاربة، والي ديال الساكنة هذه المنطقة. ولهذا تنوجهوا له رسالة، الناس اللي تيديروا التقارير يديروها مع وطا اللي تيكتبوا هنا، واللي تيسجلوا يسجلوا داك الشيء مزيان، ما يجبدوه بحال لاستيك ما ينقصوه، يبلغوا للسيد الوالي أنه هذا الشعب وراء صاحب الجلالة، وغادي يمشي رجل واحد وامرأة واحدة من أجل قولة نعم في التصويت المقبل على الدستور اللي جا به صاحب الجلالة. ولكن قبل هذا يجب حل هذه الإشكاليات المطروحة في هذه المنطقة وإيقاف كل المتابعات. هذه هي المصالحة الحقيقية، لأن المغرب تصالح مع الناس اللي كانوا ضد الوحدة الترابية وخداو 500 مليون و 600 منهم، هاد الناس اللي شكلوا تراكتور. تصالح مع الناس اللي غداو نديروا انقلابات 71 و 72 على النظام الملكي. وعلاش ما نتصالحوش مع الشعب الذي يقول بالليل والنهار عاش الملك؟ علاش ما نتصالحوش معه؟ لماذا؟ شنو هو المانع؟ واش المانع هو الابتزاز؟ اظن انه هذا الوقت ديال الابتزاز انتهى. ومن بعد الخطاب ديال 9 مارس خصنا كلنا نرفعوا شعار لا للخوف، لا للخوف، لا للخوف. بركة مثل. وحنا دائما المغرب كان مغرب ثورة الملك والشعب، ما كانش عندنا الوسيط مع الملك، لأن الملك محبوب والملك ملك الفقراء، يحب كل المناطق وزار كل المناطق. ولهذا يجب رفع الظلم على هذه المنطقة. كذلك حنا في اقتراحنا في التعديلات الدستورية قلنا حتى المدير العام للأمن الوطني خص الوزير الأول اللي عينه، لأنه اللي حاصل اليوم داك الفرقة الوطنية، وهذا راه الواقع، الفرقة الوطنية اللي تابعة لوزارة الداخلية راه في السابق كان داك السي إلياس اللي عندكم هنا تعيط في التليفون تيجيو للديور الناس، تيجيو للديور الناس. اللي ما مشاش معايا تتجي الفرقة الوطنية، اللي ما تبعناش تتجي الفرقة الوطنية. وهذه الفرقة الوطنية ليست بقانونية، الشيء اللي خصهم يعرفوه المغاربة، ماشي قانونية. ما يمكنش نبقاو في المغرب الجديد في العهد الجديد أن واحد الفرقة الوطنية تمشي تنتقل لأماكن معينة عن طريق الهاتف ديال السي إلياس أو غيره. هذا الواقع أقوله وأتحمل كامل مسؤوليتي فيه. ولهذا مدير العام للأمن الوطني تخصو يعرف أنه المغرب تغير، وأنه رأى أمن وطني ديال جميع المغاربة، وأنه اللي خصو يخدم الملكية الدستورية الديمقراطية عن طريق خدمة الشعب وليس حزب البان.
وليس حزب البام. هذا هو الخطر، هو هاد الناس يخدمون حزب معين. وحنا دائما كنا تنقولوا انه المغرب في 2012 راه محطه خطيره جدا منذ سنتين، لان غتكون مرات 100 سنه على توقيع اتفاقيات الحمايه ديال 1912. وقلنا لا قدر الله، وهذا المغرب باركته ولله الحمد، وإلى طلع هذا الحزب في 2012 غتكون حمايه جديده على الشعب المغربي بكل مقومات الحمايه. تيبي مسكين تيبات بالجوع او كاس داتاي وطريف الخبز، والصباح لما تطلق تيقول لك بخير. هذا الشعب ما كاينش شي دوله اخرى، ولهذا علينا كمسؤولين ان ننتبه لهذا الشعب. الان الميزانيه ديال الجهاز، غادي نهضر على العاصمه الرباط سالا زمور الجزائر، هي 20% من الميزانيه ديال داك المهرجان موازين. تيجي مغني من مصر تياخذ الميزانيه ديال المجلس الاقليمي ديالنا. هذا الواقع ديالنا، هذا الواقع ديال الميزانيات. الا سالت الرئيس قلت له شحال ميزانيتك، وسولت شاكيره بشحال، شاكيره 10 المرات هذه الميزانيه. مهرجانات مزيان، ولكن هادشي خصو يكون ثانوي. الاساسي هو البنيه التحتيه ديال الساكنه ديالنا.